السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. النهارده استخارتنا لمواليد برج العقرب. كل اللي مطلوب منكم التركيز، بمجرد ما هتركزوا في قراءتنا هتاخدوا الطاقه بتاعتكم، وان شاء الله باذن الله الطاقه بتاعتكم تكون هاديه وجميله وكلها فرج وتغيير حلو. يلا بينا نشوف بقى استخارتكم. صلوا على الحبيب، انزلوا باللايك وبالتعليق، وان شاء الله باذن الله استخارتنا تكون خفيفه على القلب وتكون هاديه وجميله. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طيب، في خطوة إيجابية الفترة دي. الخطوة الإيجابية دي انتوا بقالكم مدة، انتوا والست الكبيرة بتدعوا لأني عندكم فرحة، والفرحة دي عايزاكم تخلوا بالكم منها عشان تكمل على خير. ما تعرفوش لاتنين ستات اللي في حياتكم الحاسدين، في ست منقبة، الست المنقبة اللي عاملة حبيبة وعاملة صديقة، خدوا بالكم منها. عندكم ست انتوا بتحبوها قوي، الست اللي انتوا بتحبوها دي معاها اطفال وانتوا بتحبوا اطفالها، فقولوا لها خلوا بالكم، خلي بالك شوية من اطفالك وما تسيبهمش مع حد علشان ما تقعش عليكي ازمة تعاني منها. طيب، في حد من المقربين ليكم انتوا مستني حاجة منهم او مستني حاجة تخصهم، الله اعلم، او في خبر هيوصلكم بالنيابة عنهم، في حاجة انتوا مستنيينها، فلازم تخلوا بالكم من نفسكم. عندكم علاقة جديدة مع ابراج نارية، ابراج نارية، برج الحمل، برج الكوس، برج الاسد، في حد من الابراج النارية هيبقى في صلح الفترة دي، انتوا مشتاقين مستنيين، الله اعلم. انتوا ايه اللي بيعرضكم دايما للغدر والخيانة؟ هي طيبة قلبكم، قلبكم الطيب والحنون والمخلص هو اللي بيوقعكم في كل حاجة في حياتكم. انتوا شخصيتكم متألقة، شخصيتكم ثابتة، لكن عندكم حد متقلب المزاج، الهوى اللي بيعدي عليه بيقلب مزاجه، وده طبعا بيأثر عليكم انتم، لان ممكن يكون عايش معاكم او مكالماتكم ما بينكم كتير. طيب، انتوا الفترة دي ربنا هيثبت رجلكم على باب جديد او على طريق جديد او على اخر، على حاجة جديدة معينة. هو انتوا بس اللي اذيكم هو السحر اللي بيتعامل لكم من الست، والسحر ده مرشوش على عتبة البيت بتاعتكم، فخدوا بالكم من الحتة دي، لان البعض منكم بيدخل البيت بيعاني صداع ارهاق، بتطلعوا من البيت مبسوطين وفرحانين. اكتر من موضوع عندكم ما كانش بيكمل، اكتر من موضوع ما كانش عندكم بيتم، وده بسبب السيطرة عليكم. انتوا البعض منكم مسيطر على فلوسكم، البعض منكم مسيطر على حياتكم، البعض منكم حاسس ان هو زهقان لاني بينه وما بين شخص شوية عراقيل. طيب، انتوا هنا اخدين قرار، والقرار ده بتحاولوا من تحت لتحت تتحققوه لاني اتأذيتوا. في حد انتوا حبيتوه من قلبكم والايام غصبتكم ان انتوا تعملوا له بلوك، او اخدتوا القرار ان انتوا ترحلوا، او اخدتوا القرار ان انتوا توروه حقيقة مش حقيقتكم علشان الشخص ده يبعد عنكم. في حاجة غلط انتوا عملتوها، والحاجة الغلط دي هي اللي مخلياكم ندمانين لحد دلوقتي. انتوا مقدمين على دراسة جديدة، مقدمين على وظيفة جديدة، ومستنيين السفر ده بخارج الصف. في حاجة رفضتوها وندمانين عليها قوي، والحاجة دي كانت سبب رئيسي في التغيرات الإيجابية اللي ممكن تكون عندكم. الوقت الحالي اللي انتوا فيه، في شخص بيراقبكم جدا من على كل حاجة، الشخص ده هو بيحبكم وندمان عليكم ان انتوا كنتوا سبب في شوية غباء ان الشخص ده بعد عنكم. لكن العراقيل اللي عندكم دي هتستمر شوية، لان انتوا عايزين تروحوا مكان تاني، عايزين ترحلوا من اللي انتوا فيه، عايزين ترتبطوا في حد جديد، عايزين تغيروا من الضغوط اللي انتوا فيها، او انتوا البعض منكم منتظر قرض، منتظر فلوس جاية، الله اعلم، او البعض منكم منتظر انفصال مع الشريك لاني حاسس بالضغوط النفسية. في تغيير في مجال العمل بتاعكم، لان هتروح المكان في ترقية حلوة جدا، وفي حفلة هتحضروها، في حاجة جديدة هتتعرض عليكم كلها رزق وكلها خير، فخدوا بالكم من نفسكم. انتوا مستنيين مكالمة او مستنيين حاجة من حد يرد عليكم، الحاجة اللي حد هيرد عليكم فيها دي هتكون كلها طاقات وانفراجات حلوة.
في كمان كسب، هتكسبوا مال او هتكسبوا حاجة من تحت الارض. انتوا بتعرفوا تجيبوا القرش من تحت الارض، بتعرفوا تجيبوا كل حاجة من تحت لتحت. طيب الايام دي بالكم مشغول شوية شوية وبتفكروا في حاجة او عايزين تطلعوا من حاجة، لكن في حد قريب منكم بيحاول ان هو يأذيكم وبتحاول ان هو يتكلم عليكم. انتوا في حاجة بتعملوها غصب عنكم وندمانين وزعلانين، لكن مش عارفين ترجعوا وصابرين وكل حاجة بتقولوا في الوقت المناسب. اتصدمتوا في ناس كتيرة جدا، وان الصدمة دي كانت من اقرب الناس اللي كانت على قلبكم. انتوا مكملين في علاقة او مكملين مع حد ومش عارفين تتخلصوا من الازمة اللي عليكم دي بسبب الكلام الكتير. طيب انتوا مستحملين كلام مش يعني مستحملين وساكتين، لكن انتوا هتنفجروا في يوم من الايام. انتوا بتقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اللي اذانا وفي كل اللي ظلمنا. طيب انتوا الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم، الشخص اللي موجود في حياتكم، الشخص اللي موجود ده بيحبكم قوي وعايز رضاكم، لكن انتوا مش شايفين بسبب كل اللي انتوا فيه. طيب في عدو، والعدو ده انتوا هتضربوه ضربة على راسكم وهتكونوا مبسوطين جدا بالضربة دي، لان انتوا بدأتوا تكونوا اقوى، بدأتوا توصلوا درجة درجة من السلم بتاعكم، والسلم بتاعكم ده كله خير، كله انفراجات، كله طاقة ايجابية. طيب في استعداد او انتم مستعدين تعملوا اي حاجة لتبينوا الحق. انتم ما بيجيلكمش نوم لو في حد مظلوم من غير ما تاخدوا حقكم. انتم ما بتحبوش الغرور ولا بتحبوا التكبر، بتتعاملوا بنية صافية. او حد عزيز على قلبكم متوفى والحد ده زعلانين عليه ومازال زعلانين. شخصيتكم بدأت تقوى، انتوا ما بتحبوش الاوامر، ما بتحبوش حد يمشي عليكم كلمة وانتوا مش مقتنعين. علشان كده الايام اللي جاية هيكون عندكم حظ حلو في كذا حاجة، وهتدبروا الامر اللي انتوا فيه. وعايز اقول لكم ان الحد اللي كان مركز معاكم ودمر حياتكم في الوقت المناسب ربنا هياخد لكم حقكم، بس انتوا اهدوا وخلوا اعصابكم هادية وبلاش العصبية، لاني برجع اكررها تاني، العصبية هتضيع من عليكم الفترة اللي جاية، لاما لقاء لاما حاجة مهمة. لو انتوا فضلتوا عصبيين هتتعبوا. عندكم حد مريض، والحد المريض ده هي ان شاء الله باذن الله ربنا هيشفيه، او هيبقى فيه بشرة خير، بشرة اخبار حلوة. طيب بالنسبة لحد مخنوق او حد في سجن، حد مقفول عليه بيبان، الحد ده مظلوم يعني بيدور على البراءة بتاعته، وان شاء الله بإذن الله ربنا هيجبر بخاطره. الطيبة والحنية عندكم اجنان، فياريت ما تقعدوش تتكلموا عن اي حاجة تخص حياتكم. طيب قولولي بقى، البعض منكم مستني حاجة الفترة دي بقدر المستطاع. في حاجة انتوا خايفين منها، والحاجة اللي انتوا خايفين منها دي ما تقلقوش علشان هي مش هتحصل. وكمان انتوا شاكين في الشريك، انتوا عندكم الشريك بيحبكم قوي، يعني الشريك بيحبكم بطريقة كبيرة، مهووس اصلا بيكم، بس انتوا خلاص فقدتوا ثقتكم في ناس كتيرة فمش قادرين تستحملوا. انتوا خيركم للناس اللي حواليكم، خيركم مش ليكم، وعشان كده عندكم سوء ظن بأي طريقة. جوه يعني جوه قلبكم جرح، وعيونكم دايما بتنزف دموع، فياريت تهدوا شوية وتهدوا أعصابكم. خلاص قلبكم بدأ ينبض من جديد، أول فترة اللي جاية قلبكم هينبض، الأمور عندكم هتختلف. انتوا بتدوروا على راحة البال، بتدوروا على الامان، بتدوروا على الطبطبة، فبتدوروا دايما على الاحتواء رغم الهم والخنقة اللي عندكم، رغم ان انتوا عندكم امور فيها حلوة، بس انتوا طلعوا من اي ضغط سلبي. انتوا مش لاقيين حظكم مع ناس في حواليكم، الوجع اللي جواكم ده هيروح الفترة اللي جاية. انتوا قاعدين طول الوقت جسمكم وجعكم، الوجع اللي بيجيلكم ده على نبضات سريعة، رعشة زيادة. انتم محتاجين حد زي ما قلت لكم يطبطب عليكم، بس خلاص فقدتوا.
طيب بصوا بقى، انت الفترة دي هتاخدوا خطوة جديدة وهتفعلوا حاجة تغيير. انتوا فوضتوا امركم لله، فوضتوا امركم خلاص، مش عايزين حاجة من حد. عندكم علاقة مع حد من ابراج نارية زيكم، في رجوع او في زواج، في ارتباط، في اخبار حلوة، وهتبدأوا كده خلاص. انتوا بتضحكوا بسبب القهر والظلم اللي جواكم، يعني انتوا ما بتضحكوش حبا، لا انتوا بتضحكوا من اللي انتوا شايفينه، بتضحكوا ان انتوا خلاص الحزن هو اللي مأثر عليكم وهو اللي خانقكم. الحزن مخليكم ولا قادرين تنسوا ولا قادرين حتى تعملوا اي حاجة جديدة. وفعلا انتوا دلوقتي بتقولوا ان احنا طاقتنا خلصت، مش مستحملين حد ومش عايزين حد، وعايزين نخرج من اي مخرج في حياتنا. ربنا حاسس بيكم وعارف انكم بتعافروا وبتجاهدوا اشد المعافرة، فعشان كده احسن الظن بالله وتفاءل خير. عندك خبر جاي لك قريب جدا، وصدقني اللي انت شاكك فيه مش هيحصل. يعني انت في حاجة يعني حاسس ان هي هتخيب ظنك، لا مش هتخيب ظنك وهتكمل باذن الله. والانفراجه الكبيره اللي جايه لك دي اللي انت مش متوقعها هتكون بعد الصبر اللي انت صبرته ومن بعد الزعل والمشاكل اللي حصلت. عايزه اقول لك على حاجه، انه في حد عايزك تسامحه، حد ظلمك هيجي وهيطلب منك السماح، وانت هترفض وهتقفل في وشه الباب، علشان الشخص اللي ظلمك ده كان عقبة كبيرة جدا في حياتك. اليومين دول بقدر المستطاع نجمك هيلمع وهيبقى عندك انبساط في حياتك، وهتجيلك فلوس انت ما كنتش متوقعها، لا اما نجاح في مشروع هيغير مجرى حياتك بمعنى اصح، لا اما حاجة انت هتعملها فجأة. فالمهم ان انت هيكون عندك نجاح، والرسالة اللي انت مستنيها بقدر المستطاع دي هتكون بشرة ليك خير، او هتكون هدف ليك طال انتظارك. مين الشخص اللي رغم ان انت عمال تقاسي معاه بس هو بيحبك ومازال واقف معاك؟ يعني شخص عندك مهما انت بتعمل ومهما بتيجي عليه، بس هو فعلا بيحبك جدا وحابب ان انت تكون ناجح، مع ان انت دايما في حالك وما بتتدخلش في خصوصيات اي حد، بس ما بترضاش بالغلط. على طول الكل مركز معاك، ومش مفيش حد سايبك في حالك، حاسدينك على اي حاجة، وعشان كده دايما هو ربنا اللي بينصرك. انت وقعت في مشكلة او وقعت في حفرة وما كنتش متوقع ان نصرة ربنا عليك او عوض ربنا عليك هيكون بالطريقة دي، وزي ما قلت لك ربنا مش هيسيبك. فانت بلاش ان انت تضغط على نفسك في الضغوط اللي انت فيها. كمان التفكير ان انت دايما عمال تفكر في اللي حواليك بشكل كبير جدا ومحدش مقدر اللي انت بتعمله، ده بيخليك انت تعبان. لازم يعني لما تدي حاجة لحد لازم تكون متأكد انه هيردها لك، ولو انت مش مستني رد على الاقل يعاملك بطريقة كويسة. دايما الظروف قاسية في حياتك العاطفية والمادية، فأنا شايفة إن أنت دايما بتستحلى بالصبر وبتقول أنا صابر إن ربنا هيكرمني من حيث لا تحتسب، والناس اللي بتراقبك في صمت الفترة اللي جاية أنت هتحط نقط على حروف معاها. وأقدر أبشرك إن الفترة دي فترة مميزة وجميلة، إن أنت تطلع وتغير في أي حاجة في حياتك. وكمان في مناسبة، المناسبة دي هتخليك كده فرحان وهتبدأ تديك طاقة إيجابية. انت محتاج اي حاجة تديك طاقة إيجابية، مش محتاج السلبيات ولا الكلام السلبي. في انتصار، الانتصار ده هيخليك تطلع من طاقة الكسل وهيخلي رزقك حلو، وهتبقى كده شخص مختلف وشخص كده عندك خروج من كركبة، من فوضى، هيبقى خروج من محنة الله أعلم، بس في طاقة إيجابية. انت عندك تعب في جسمك والعين اللي مقصرة هي اللي مخلياك دايما مضغوط. بسم الله ما شاء الله عليكم، انتوا دايما بيغيروا منكم علشان حاسين
ان انتوا يعني اشخاص كده عندكم كل حاجة وكاملين، معرفوش ان انتوا بتتعبوا بتعفروا علشان تقفوا على رجلكم او علشان خاطر تكونوا قد المسؤولية. انتوا محدش عارف ان انتوا تعبانين او مخنوقين، بالعكس هما بيقولوا عليكم ان انتوا مبسوطين وان انتوا ما شاء الله عليكم. انتوا كمان في شوية حاجات حاصلة معاكم مش عارفين تفسروها. في ست عندكم، الست دي ممكن تكون حماتكم، ام الشريك او حد من اهل الشريك، عامل سحر ليكم بينكم وبين الشريك زي ما قلت لكم علشان خاطر مش عايزكم تكونوا ناجحين او تكونوا تكملوا مع الشريك، بس بفضل ربنا هو اللي هينصركم عليهم وهو اللي هيفك السحر بتاعكم وهتطلعوا من الضغوط اللي انتوا فيها دي. طيب انتوا الفترة دي في هدف حاطينه قدامكم، والهدف ده بتبصوله من بعيد وناويين تعملوه في سر، في سر تام، مش عايزين تتكلموا عليه الفترة دي او مش تتكلموا عليه خالص. طيب انتوا الفترة دي بسم الله كمان ما شاء الله عليكم في حاجة حلوة من نصيبكم، الحاجة دي هترد فيكم الروح، وبعد ما هترد فيكم الروح هتكونوا مبسوطين جدا. منكم اللي عايز يشتري ذهب، منكم اللي عايز يشتري تليفون، منكم اللي عايز يهادي حد هدية. انت جوه يعني جواك كده كركبه، وهتلاقي الاجابه اللي انت محتاجها على السؤال، ومن بعد ما هتلاقي الاجابه مش هتدي اي اهتمام لحد تاني. بتصحوا من النوم زعلانين مخنوقين متضايقين وفي بقع في جسمكم، ودي حاجة انتم ملخبطاكم ومش عارفين تعملوا ايه او تطلعوا منها ازاي. طيب 90% عنده ان شاء الله باذن الله بفضل ربنا حاجة بخصوص الحمل، زي ما قلت لكم خبر حمل حاجة مفرحة وهتفرحكم. كمان انتوا عندكم علاقة مع ابراج ترابية، رغم انه في حب بس في عصبية وفي ضغوط وفي شوية يعني عراقيل بينكم، بس الفترة اللي جاية دي انتوا هتكونوا اقوياء برضو وهتاخدوا قرار حلو. كمان انتوا هنا بسم الله كمان ما شاء الله عليكم، بالاخص الفترة دي هيبقى في نجاح حلو، المشروع زي ما قلت لكم ده هينجح وهتمسكوا فيه فلوس حلوة وهتكبروا مشروعكم. انتم مستعدين لأي حاجة الفترة دي، والمفاجأة اللي هتحصل لكم انتم ما كنتوش متوقعينها ولا كانت في الحسبان، بس في شوية قلق واضح جدا على ملامحكم او واضح جدا في شكلكم. خلوا بالكم ان انتم مصلحتكم اهم من اي حاجة، فما تاخدوش الامور ببساطة، والزعل اللي جواكم ورغم ان انتوا جواكم زعل وبتحاولوا تضحكوا انتوا كده بتحسدوا نفسكم واللي حواليكم بيحسدكم. لازم تخلوا الشخص مدام هو عارفكم كويس يعرف عنكم الحلو والوحش، لاما تكتموا وتداروا. انتوا كام مرة رفعتوا ايدكم لربنا وبتدعوا ان ربنا يفرج همكم وييسر حياتكم؟ احلامك هي مصدر كبير جدا قدامك لتحقيق الهدف، عندك حماس وقوة خارقة، رغم ان عندك مشاحنات وضغوط بس عندك جوه قلبك قوة كده خارقة وزيادة في الامور اللي عندك، واستقرار هيكون حلو. دايما انتم مميزين بالابداع والطموحات، والفترة دي في تيسير عندكم في عمل هيظهر لحياتكم، والعمل ده برضه هيكون ليكم طاقة ايجابية. انتوا الفترة دي برضو تعبانين من كتر الهلاك، من كتر ان انتوا عمالين تهلكوا في حياتكم وزهقانين عايزين تكسروا الروتين اللي عندكم، وعشان كده اقول لكم ان انتوا بالكم مشغول وحاسين ان انتوا لوحدكم ودايما بتعافروا لوحدكم، بس اموركم كلها هتبدأ تتظبط الفترة اللي جاية وهتنهوا الصراع اللي بين القلب والعقل. طيب في حاجة انتوا عمالين تداروا فيها وعمالين تكتموا عليها، الناس بتعرف تدخل لكم ازاي، الناس بتعرف تجيبكم ازاي. حاولوا بقدر المستطاع تستفيدوا من اي يوم الايام اللي جاية، وبلاش تخافوا من اي حاجة. انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد ابدا، بس عندكم ناس
بتموت في شمت، بتموت في تعبكم، بتموت في ان هي تشمت فيكم، بس انتوا بفضل ربنا الحظ هيلعب معاكم دور حلو وهيبقى فيه تحسن، بس بلاش التفكير في الامور اللي خانقاكم. وزي ما قلت لكم، هي مشكلتكم ان العيون مقصرة عليكم، ولو عندكم شد بينكم وما بين حد من الاهل او حد بين الاخوات، هيبقى فيه كده قرار انتوا هتاخدوه قرار حاسم. في كمان رجوع مع حد من ابراج مائية او ابراج ابراج مائية، هيبقى فيه رجوع عندكم، او هيبقى فيه كلام، هيبقى فيه اخبار حلوة. لو سمعتوا حاجة تضايقكم او حاجة مزعلاكم، ارموا ورا ظهركم وركزوا كويس جدا على هدفكم، وخلوا بالكم من الاشخاص اللي بيكونوا قاصدين يحرقوا دمكم، من الاشخاص اللي بيكونوا قاصدين ان هم ياخدوا منطقتكم. الاشخاص دول على هيئة بشر، بس هم تعبين، هم ناس مش كويسة، ما بيحبوش الخير لحد، دايما عايزين يأذوا الشخص اللي قدامهم بأي طريقة، أو بقدر المستطاع بيوصلوا لكم كلام خطأ وسلبي، فما تسمعوش كلام حد خالص الفترة دي. وهنا في تعرف على حد جديد في حياتكم، الحد اللي هتتعرفوا عليه ده هيقف معاكم وهيساعدكم، بس زي ما قلت لكم انتوا عندكم أوجاع بسبب الحسد وطاقة التفكير اللي مضغوطة عليكم. عندك كمان حاجة هتتحقق الفترة اللي جاية دي على جميع المستويات بتاعتك، بس عندك جرح مازال بينزف، في جرح عندك مازال ينزف وفي وجع. انتوا حواليكم دايما ناس في النفاق علشان انتوا متألقين. طيب هقول لكم الحسد ده جاي لكم من ايه. الحسد ده اولا جاي لكم من الضغوط النفسية اللي انتوا فيها، تاني حاجة الحسد ده جاي لكم من ان انتوا متألقين، وان انتوا اشجاع، من ان انتوا يعني ابسط ما فيكم لبسكم محدش بيلبس زيه، دايما بتلبسوا لبس ما حدش يعرف يجيبه، وبتتحسدوا ما شاء الله عليكم، بشرتكم صافية ما شاء الله عليكم، عيونكم جميلة جذابة، ودايما بيجيلكم الوجع على طول. انتوا دايما معرضين للحسد، فلازم تكتموا وتداروا. البعض منكم مش ناقص، اللي فيه مكفيه ومحدش حاسس بيكم. انتوا هنا بسم الله كمان ما شاء الله عليكم داخلين في حاجة جديدة هتفعلوها، الحاجة الجديدة دي هتغير من تفكيركم 180 درجة. ليه بقى؟ علشان خاطر هتاخدوا قرار جديد في حياتكم. طيب في اتنين انتوا مش يعني في اتنين انتوا مش حابين تكونوا، او مش حابين يكونوا موجودين في حياتكم، يعني انتوا عندكم اتنين بقدر المستطاع عايزين تطلعوهم بره حياتكم. طيب البعض منكم باله مشغول تفكير، انتوا يعني مش مديين نومكم الراحة الكويسة، دايما في تعب بيظهر لكم، والتعب ده بيطلع ليكم على العصبية بتاعتكم. انتوا داي قلة النوم بدأت تظهر على وشكم، البعض منكم عنده الهالات السودة، البعض منكم الانيميا بتاعته زادت، انيميا حادة، بتجيلكم دوخة من غير اي سبب، فخلوا بالكم من النقطة دي، وبلاش التفكير 24 ساعة، حتى في نومكم بتحلموا باحلام بتقومكم من النومة. طاقة الحسد الشديدة دي هي اللي مسببة لكم بعض الصداع في الدماغ، والألم اللي في الظهر اللي بيظهر لكم على هيئة وجع طبيعي. كمان انت هنا بص ما شاء الله عليكم، يعني هتكتشفوا حقيقة ناس بتمثل عليكم البراءة، ناس مخادعة وكذابة بتمثل عليكم وش الحنان والحب. وفي حاجة هتفرحك قوي بخصوص فرح، او بخصوص خطوبة عندك، او بخصوص حاجة انتوا بتحبوها قوي. كمان الوقت اللي انت فيه ده في صالحك، بس مش عايزاكم تاخدوا قرار في وقت عصبية ووقت تسرع، خلوا بالكم كويس جدا، والبشرة اللي انتوا مستنينها بعد كام يوم دي هتجيلكم، وممكن حد عارف ظروفكم، لا اما هيسلفكم فلوس، لا اما هيقف انتوا هتقفوا معاه، يعني في تبادل عندك وفي راحة. وممكن كمان انتوا تعرضوا على حد عرض، او حد هيعرض عليكم عرض، الله اعلم. كده نكون خلصت استخارتنا لمواليد برج العقرب، يا رب استخارتنا تكون عجبتكم النهارده وتكون نالت مرادكم. انتظروا مني كل الاستخارات الجديده اول باول، تحياتي ليكم.